تشهد المملكة قفزات تنموية متسارعة في مجالات متعددة، حتى أصبح المواطن يصحو في اليوم التالي ليغلق صفحة إنجاز الأمس ليفتح صفحة أخرى لهدف أكبر. نتابع. الفرق الذي سوف يكون في نيوم كزون وكالمدينة سوف تكون في داخل نيوم مثل الفرق بين هذا الهاتف وبين هذا الهاتف، هذا ما سوف نعمله في داخل نيوم. بلا ضوضاء أو تلوث وخالية من المركبات والازدحام، مدينة مليونية تحافظ على 95% من الطبيعة. كل ما سمعتموه ليس حلما أو مدينة من مدن الأحلام، بل واقعا على يد قائد همام يؤمن عملا ويقينا أن الإنسان يأتي دوما أولا. لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يتوفى 7 مليون إنسان سنويا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد 1 مليون إنسان سنويا بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟ مشروع ذا لاين العملاق في نيوم الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووصفه بثورة حضارية وتنموية، مشروع سيعمل بطاقة متجددة 100%. مدينة مليونية بطول 170 كيلومترا، المجتمعات فيه مترابطة افتراضيا فيما بينها، وسيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية، يرتبط بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف نيوم البيئية والتنموية. وسيعمل ذا لاين على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف وظيفة والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. كل ما ذكر سيكون في المملكة التي منذ انتهاء مؤتمر إطلاق الرؤية شمرت عن ساعديها وبدأت في العمل لتحقيقها، وأصبح شعبها مع كل مطلع عام بل مع كل إشراقة يوم جديد يحتفل بمشروع أو منجز جديد، والهدف أمام إلى عالم التقدم في كل المجالات مع إمام لا يعرف المستحيل ولا يؤمن بالبعيد، فكل شيء بالعمل يصبح قريبا. أنا واحد من 20 مليون نسمة، أنا لا شيء بدونهم، وأنا أقل وأضعف مثال فيهم كلهم، هم من يحفزوني وهم من يدفعون للأمام. الشعب الذي يصحو في اليوم التالي ليغلق صفحة إنجاز الأمس ويفتح صفحة جديدة أخرى لهدف أكبر، فطموحهم عنان السماء وربان سفينتهم محمد. لقناة الإخبارية عبد الله الهاجري. للحديث أكثر حول مشروع ذا لاين ينضم إلينا من مكة المكرمة المختص بالبيئة والتلوث الدكتور فهد تركستاني، وأيضا من الجبيل عضو مجلس الشورى الدكتور فضل البوعينين. أهلا بكما معي في عين الخامسة. أبدأ مع الدكتور فهد تركستاني، بما أنك مختص بالبيئة والتلوث دكتور فهد، سؤالي: ذا لاين تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم، سؤالي هنا كيف سيتم المحافظة على البيئة في هذه المدينة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراحة المشروع الذي قدمه أمس سمو سيد الأمير محمد بن سلمان كان فوق الوصف من جد، زيرو تلوث، هذه معناه أنه نحن في حلم، ولكن ليس مستبعد. يعني كانت هناك في الماضي كانت في مبادرات بيقوم بها بعض الشباب على أساس أنه الشارع خالي من التلوث، يكفر الشارع 3-4 مرات عشان لا تكون سيارات إلى آخره. الآن أصبح حقيقة واقعية في مكان تاريخي قديم اللي هي منطقة نيوم، واختيارها ترى لم يأتي اختيار عشوائي. المنطقة التي اختيرت في هذا الجانب منطقة سواء كان من ناحية السياحية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية التاريخية، فيها كل مكونات التنمية المستدامة والتنمية الدائمة في هذه المنطقة. أحب أن أنوه على نقطة مهمة جدا
أنا شفت فيلم قبل 40 سنة عندما كنت طالب دكتوراه في بريطانيا. هذا الفيلم كان عبارة عن ساعتين زمان بثته القناة البريطانية، القناة الرابعة البريطانية مذكره تماما، عن منطقة تسمى برأس محمد. رأس محمد قالوا هذه عبارة عن جنة الله سبحانه وتعالى في باطن البحر، أسفل من مرجانيات جميع من مش أشكال مرجانية وخلابة. حتى أتذكر تماما أنه هناك في دكتورة مؤلفة كتاب عن مرجان اسمها إليزابيث، هذه الدكتورة كتبت توصية على أن هذه المحمية الوحيدة على مستوى العالم في هذا الجمال الإبداعي الخلاب اللي ربنا الله سبحانه وتعالى وهبوا لي لهذه المنطقة، وهي المنطقة بالفعل قريبة أو في أو مع نيوم في هذا الجانب، لأنه نيوم الآن هي المحور اللي يخدم الهلال الخصيب من الشمال إلى مصر ودول أفريقية وإلى المملكة العربية السعودية، فهي بالفعل موقع استراتيجي جدا، موقع استراتيجي جدا ومنطقة تاريخي جدا ومنطقة يعني. طيب عذرنا دكتور على المقاطعة، أذهب إلى الدكتور فضل البوعينين. أهلا بك من جديد دكتور فضل، بما أنك يعني مختص في الشأن الاقتصادي بشكل كبير دكتور فضل، إلى أي مدى سيكون الدلاين ربما العمود الفقري كمركز أعمال اقتصادي بحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دعني أعود إلى محورك الأول فيما يتعلق بتحقيق زيرو كربون أو حماية البيئة في هذه المدينة الجديدة The Line. أكثر المؤثرات على البيئة أو المتسببة في انبعاثات ثاني غاز ثاني أكسيد الكربون هي المركبات بالدرجة الأولى، وسائل المواصلات فوق الأرض بشكل عام، إضافة إلى توليد الكهرباء من المصادر الأحفورية وهي النفط. وبالتالي هذه المدينة اليوم ستعتمد توليد الطاقة اعتمادا كليا على الطاقة المتجددة، وبالتالي لن يكون هناك مخرجات لثاني غاز الكربون، وبالتالي ستكون هذه طاقة نظيفة 100%. النقطة الثانية أيضا أشار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لن يكون هناك مركبات على الأرض، وبالتالي هذا سيبعد الأثر الأكبر أيضا على البيئة فيما يتعلق بتلويث البيئة. المحور الثالث وهذا الأهم حقيقة، وهي المحافظة على مكونات البيئة التي من خلالها يمكن تعزيز البيئة النظيفة الخالية من الكربون، وبالتالي هناك جمع بين المحاور الثلاثة: عزل كل مدخلات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الضارة، وتعزيز المحور الأخير هو تعزيز الطبيعة بما يساعد على معالجة أي تلوث صادر عن الإنسان، وبالتالي يكون هناك نقاوة حقيقية في هذه البيئة. فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، نعم هذه المدينة ستكون العمود الفقري بالنسبة لنيوم، بل أنا أعتقد أنها هي محور التنمية الحقيقية في نيوم. ومتى ما نجحت هذه المدينة The Line فالنجاح سيكون ليس فقط لها، بل سيكون لنيوم بأكملها وللمملكة العربية السعودية وللدول المجاورة أيضا، وأعني الأردن ومصر وهما دولتان قريبتان من هذا المشروع الاستراتيجي. وسمو ولي العهد شدد على أن هاتين الدولتين ستستفيدان استفادة كبيرة من هذا المشروع. كيف تتحول إلى مركز اقتصادي؟ نعم اليوم جميع ذوي أصحاب المال والاستثمارات يبحثون عن الأماكن الآمنة، ويبحثون عن الأماكن ذات البيئة الطبيعية الجاذبة، ويبحثون عن الأماكن التي تتوفر فيها الفرص الاستثمارية، وهذه كلها متوفرة اليوم في نيوم بشكل كلي وفي The Line بشكل خاص. الأمن الاستثماري يتوفر من الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية واستقرارها السياسي والأمني. العائد الاستثماري سيكون مرتفع من الفرص الاستثمارية. الشريك الاستثماري سيكون متواجد وهو صندوق الاستثمارات العامة اللي سيكون أكثر جذبا للاستثمارات، وبالتالي ستكون هذه المدينة جاذبة
لأصحاب المال والأعمال ومعززة للاستثمارات، وستكون أيضا عمودا للتنمية الاقتصادية في المنطقة. أنت تحدثت عن نقطة مهمة قبل قليل، صندوق الاستثمارات، هل هو فقط صندوق الاستثمارات الذي سيدعم هذا المشروع أم شركات عالمية ستكون داعمة أيضا؟ طبعا نحن نتحدث عن مشروع كبير ضخم يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي لا تستطيع أن تجذب المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي ما لم تكون لديك قيادة استثمارية لهذا المشروع. وبالتالي اليوم صندوق الاستثمارات العامة بعد إعادة هيكلته ليكون محفزا للاستثمارات بشكل كلي وداعما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المشروعات الكبرى، سيكون كقاطرة تقطر هذه الاستثمارات. وبالتالي سيبدأ صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالبنى التحتية وبداية المشروع، ثم سيكون هناك عقدا لشركات عالمية واستثمارات أجنبية تدخل إلى المدينة. نعم. وكلما تقدم التنفيذ في هذا المشروع كلما زاد التدفق في الاستثمارات الأجنبية بشكل عام. ولكن ذكرت صندوق الاستثمارات العامة لأنه هو القاعدة والركيزة والقاطرة التي ستقود الاستثمارات مستقبلا، ولكن هذا مشروع استراتيجي وطني ستوفر له الدولة كامل الدعم المالي والاستثمار. نعم. أستاذ فضل والدكتور فهد، أبقوا معي نشاهد وإياكم والمشاهدين ولي العهد، نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية. الكريمين المختص بالبيئة والتلوث الدكتور فهد التركستاني، وأيضا عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين. دكتور فهد، قبل قليل كان يتحدث الأستاذ فضل عن نقطة مهمة، المحافظة على المكونات البيئية. سؤالي هنا، ما أبرز التحديات التي ستواجه هذه المدينة من حيث الحفاظ على الطبيعة؟ هذا المكان اللي هو موجود هي عبارة عن مكان بكر. يعني مكان للساع كل شيء فيه على طبيعته، رغم الـ 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 التاريخ الممتد الطويل جدا، إلى أنه يعني بالفعل يعني ما شاهدنا من ما ذكروا سمو سيد الأمير محمد بن سلمان في الرؤية الجديدة في هذا الجانب، وخاصة في هذا المكان اللي هو ذي لاين، أتوقع إنه يعني الاستدامة في 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 في, في العمل، واستدامة في البيئة، واستدامة في ما يسمى بالكربون الدائري في هذا الجانب، هو واحدة من المحاور المهمة القائمة عليه هذا الأساس. زيرو تلوث ترى معادلة ما هي سهلة، صعبة جدا 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 جدا. يعني خاصة أنت بتتكلم على مليون نسم حيسكنوا في هذه في 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 هذه المنطقة، وفي نفس الوقت حيبدأوا إلى أن 2030 في زيرو صفر تلوث. هذا صراحة غاية في الروعة والإبداع العالمي، وليس في المملكة العربية السعودية. وبالفعل حتكون هذه المنطقة منطقة واجهة عالمية في هذا الجانب، لأن فيها كل المقومات. أنا أديك واحد من الأمثلة الأخرى اللي دوبي ذكرتها عندما كنت بأدرس الماجستير أو الدكتوراه في بريطانيا عن المرجان، وكان عندي شغل في المتحف البريطاني. الجروب الرئيسي حقون المتحف البريطاني في المرجان كانوا يتمنوا أن تكون في المملكة العربية السعودية متحف تاريخ طبيعي مشابه لما في بريطانيا في هذه المنطقة، في المنطقة الشمالية الغربية من هذا الجانب، لأنه قالوا هناك في هذه المنطقة أولا بالنسبة للأحياء البحرية
فيها كل معظم الحياة البحرية رائعة جدا. ثاني حاجة بالنسبة للنباتات البرية، المراعي، الأشياء هذه كلها أيضا مقومات كبيرة جدا بأن يكون المتحف المتحف الطبيعي يخدم منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأردن، بما فيها مصر، بما فيها أفريقيا في هذا المكان، وهو محور طيب استراتيجي. نعم. طب دكتور فهد، أنت تحدثت أنه مليون نسمة ستسكن هذه المدينة، مدينة دلاين، وصفر تلوث. دعم حماية البيئة وتحقيق الاندماج التام بين المدن والطبيعة، أليست هذه النقطة من أكبر التحديات التي ستواجه ربما الذين سيعملون في هذه المدينة؟ سيد الفاضل، يعني ما وضعت هذه الأساسيات إلا هناك في دراسة منظمة على هذا الجانب معايا. لا تنسى إنه الآن نحن في عصر الذكاء الاصطناعي. لا تنسى نحن إنه نفس المدينة هي ذاتها البنية الأساسية حقتها في الدور يعني الدور الأسفل. بالتالي معايا بالفعل يعني مدينة تعتبر مدينة مثالية في هذا الجانب. فما في ما في أي تداخل فيما يخص بالنسبة لمواضيع التلوث وما يضيع ما حتى نفس ذات الإنسان. اللي شوف سيد الفاضل، أنت لما تكون في مدينة منظمة، مدينة ذات أسس وذات معايير عالية جدا، أنت ذاتك نفسك حتكون منظم، سواء كان في حياتك، في أكلك، في شربك، في كل شيء في هذا الجانب. الفوضوية متى تأتي؟ تأتي في مدينة تكون أو مكان عشوائي، هذه فيها نوع من الأساسيات الفوضوية مهما يكون. نعم. أذهب إلى الأستاذ فضل. الأستاذ فضل، كنا نتحدث عن تلوث صفر، ولكن سوف أذهب إلى مدينة صفر. يعني مشروع دلاين هو بناء مدينة من الصفر. ما مدى التحدي الآن؟ تحدي كبير، والتحدي الأول الذي أشرت إليه وهو الموازنة بين التنمية الحقيقية في هذا المشروع الكبير وبين تحقيق زيرو كربون أو تلوث زيرو. ولعلي أشير إلى حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليلة البارحة، عندما قال أننا لن نفضل التنمية وندعمها على حساب الإنسان والبيئة، وبالتالي التركيز الأكبر هو على الإنسان، صحة الإنسان وسلامة البيئة، ومن ثم البدء بالتنمية. ولكن هناك أيضا تقدم كبير فيما يتعلق بتحقيق التنمية التي تعزز البيئة، وهذه التنمية التي ستشهدها ذا لاين من أهم الأدوات الحافظة للبيئة. إذن نحن أمام مدينة ذكية تبنى من الصفر لأول مرة في العالم، وفق استراتيجية مستقبلية ورؤية شاملة لا تكون فيها مركبات، وتعتمد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي في إدارة هذه المدينة، وبالتالي تحقق التنمية من جانب، خاصة ونتحدث عن التنمية الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالرقمنة أو ما يطلق عليه الاقتصاد الرقمي. إذن نحن نحقق هذا من جانب، ومن جانب آخر نضمن بإذن الله سبحانه وتعالى عدم وجود أي تلوث يضر في البيئة، وبالتالي تم تحقيق هذا التوازن ليس يعني مصادفة، ولكن وفق التخطيط الأولي لتصميم هذه المدينة التي اعتمد فيها على حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة أو الاقتصاد الرقمي الذي أشرت إليه. طيب أستاذ فضل، يعني لنيوم ككل، يعني الآن إلى أي مدى ستغير النظرة للمملكة، النظرة طبعا من دول العالم أنها مصدرة للنفط فقط، والآن طاقة متجددة وغيرها؟ طبعا دعني أعود إلى قبل شهر تقريبا أو شهرين، عندما أعلن عن استثمار بما يقرب من 5 مليار دولار. شركة نيوم عقدت شراكة أيضا مع شريك أجنبي وأكوا باور لإنتاج الطاقة النظيفة وأيضا الهيدروجين الأخضر، وهذا لأول مرة يحدث في المملكة العربية السعودية. وبالتالي اليوم
تركز المملكة على تصدير الطاقة النظيفة وكل ما له علاقة بمدخلات الطاقة النظيفة، وهذا أمر يعزز حتى من مكانة المملكة العالمية فيما يتعلق بحماية المناخ أو اتفاقية المناخ بشكل كلي. ودعني هنا أركز حقيقة على أولوية المملكة العربية السعودية في إنشاء المدن الذكية، هذا أولا، وأولويتها أيضا في طرق أبواب الطاقة النظيفة بالرغم من أنها أكبر منتج للنفط والغاز، وبالتالي اليوم المملكة تنافس نفسها في التحول من الطاقة التقليدية الإحفورية إلى الطاقة المتجددة، وهذه الطاقة المتجددة لن تكون مولدة للطاقة الكهربائية داخل The Line أو النيوم، ولكن سيتم تصديرها إلى الخارج مستقبلا. نعم. وبالتالي تضمن المملكة لها موردا ماليا يعتمد على الطاقة النظيفة ويعزز مكانتها العالمية في ملف التغير المناخي. نعم، أذهب للدكتور فهد. دكتور فهد، الملاحظ في ملاحظ دكتور في التصميم أنه يهدف إلى جعل المشي نمطا أساسيا للحياة في هذه المدينة، مدينة The Line. نعم نعم، هل سمعتني دكتور؟ لا لا لا، أعيد السؤال. الملاحظ دكتور في تصميم المدينة، مدينة The Line، أنه يهدف هذا التصميم إلى جعل المشي نمطا أساسيا للحياة. نعم، في هذه المدينة. نعم، ما رأيك أنت؟ شوف، من ضمن آليات الرؤية اللي هو الرياضة أو المشي بشكل عام، معي واحدة من هذه الأسس المهمة جدا. سيد الفاضل باختصار شديد سمو سيد الأمير محمد بن سلمان بيبني ليس مدينة، إنما يبني مواطن شعب في حضارته، في أسلوب حياته، في نمط حياته، معي في كيفية أن يكون هذا المواطن مواكب للتقدم العالمي، وليس تقدم المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية السعودية الآن أصبحت من الدول العالمية وليست من الدول النامية أو الدول الثالث، فهم كيف؟ فالتالي الأمير محمد بن سلمان وضع في اعتباره نقطة مهمة جدا، إلا وهو المواطن، والمواطن هو الشعب، والشعب هو المملكة العربية السعودية في ما في هذا الجانب. طب دكتور، يعني مجتمعات إدراكية، هل مقصود بالمجتمعات الإدراكية دكتور فهد هذه المجتمعات التي تعيش ربما في انسجام مع الطبيعة، حيث تجتمع فيها المنتزهات والحدائق والبيئة وغيرها؟ سيد الفاضل، نحن حياتنا لو نيجي نلاحظ مثلا في شكل عام، نتكلم عن بشكل عام حتى في الماضي، معايا، اللي هي حياة البدو وحياة الرحال وحياة المراعي وحياة المزارع وأشياء دي كلها، هذه نمط حياة الماضي كانت في هذا الجانب، معايا، ما في كان، شوف حتى في المدينة، يعني حتى في المدينة لما كنا نحن، أنا أتذكر هذا الكلام من أول من زمان، ما في بيت من البيوتات إلا في كيف يتعامل مع الحيوان ويتعامل مع الزرع ويتعامل مع هذه الأشياء، فبالتالي ما في هناك، زي ما قلت لك، هو الآن بيبني الحضارة، بيبني حضارة النيوم في الشعب السعودي، في المواطن السعودي، هذا هو المواطن السعودي الجديد بتوبه جديد. طيب، أذهب إلى الأستاذ فضل. أستاذ فضل، يعني هذه الثورة في التجربة الحضارية للمستقبل، أستاذ فضل، هل من الممكن أن يكون هناك مدن أخرى مثلها مستقبلا؟ طبعا أكيد نعم، هنا التحول، دعني أعود مرة ثانية إلى مؤتمر مستقبل الاستثمار، عندما أشار سمو ولي العهد إلى عندما حمل هاتفين محمولين، الأول تقليدي قديم وقد اندثر، والثاني تقني جديد يعتمد على الرقمنة الجديدة، وقال نحن ننظر إلى هذا التحول الكبير. هذا التحول يقصد فيه سمو ولي العهد التحول الرقمي، ويقصد فيه أيضا تحول الاقتصاد إلى اقتصاد المعرفة، وبالتالي إذا كانت هذه نموذج اليوم The Line ستكون نموذج المدينة الذكية في المملكة العربية السعودية وفي العالم أيضا. الأكيد أن هذه التجربة متى ما نجحت بإذن الله وتم إنجازها سيتم استنساخها في أكثر من موقع، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، هذا سيعزز التنمية في نيوم بشكل كلي، كما أنه سيعزز التنمية الرقمية
والذكية في جميع مناطق المملكة وفق استنساخ هذه التجربة الناجحة. إذن اليوم سمو ولي العهد يجب أن نعترف بهذا ونؤكد عليه ونشدد عليه للداخل والخارج. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينقل الاقتصاد السعودي والمجتمع السعودي إلى المستقبل. فنحن اليوم ما نراه اليوم وما يقدمه سمو ولي العهد شخصيا، يقدم هذه The Line ويقدم قبلها نيوم، هو يقدم المستقبل اليوم لهذا الجيل. الجيل القادم سيرى تحولا كليا في المملكة العربية السعودية، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي سيكون مرتبطا ارتباطا كليا بالرقمنة. أختم بجملة بسيطة فقط، وهي ما يتعلق بجودة الحياة. أيضا بالرغم من تركيز سمو ولي العهد على التحول الرقمي والتحول نحو المستقبل، هناك تشديد من قبل سمو ولي العهد على رفع جودة الحياة ليكون المواطن هو المستفيد الأول من كل ما يحدث من تنمية وتحول حديث في المملكة العربية السعودية. نعم، مستمتع بصراحة بالحديث معكما، لكن ليس لدي وقت، لدي هناك ملفات أخرى. كان معي من مكة المكرمة المختص بالبيئة والتلوث الدكتور فهد تركستاني، وأيضا كان معنا من الجبيل عضو مجلس الشورى الدكتور أستاذ فضل البوعينين. شكرا جزيلا لكما.